الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، أنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سهل علينا أمورنا وعلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين. يقول النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الشريف الصحيح: إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه فقد أخذ بحظ وافر. فالأنبياء لم يرث له، ليست تلك بخصيصة للنبي عليه الصلاة والسلام، إنما هو شأن سائر في عموم الأنبياء والمرسلين. ولكن الميراث الحقيقي الذي تركوه هو ميراث معنوي، وهو العلم الشريف. ومن هنا يقول الإمام النووي رحمه الله في مقدمة كتابه الجليل المجموع الذي شرح فيه كتاب المهذب للإمام أبي إسحاق الشيرازي، وقد خصص المقدمة في الكلام على فضل العلم وأدب العالم وأدب المتعلم، فاستوقفتني عبارة في هذا الكتاب وأنا لم أزل بعد صغيرا وانتقشت في ذهني منذ ساعتين. قال رحمه الله ورضي الله تعالى عنه: وليس بعاقل من أمكنه درجة ورثة الأنبياء ثم فوتها. يعني من وجد فراغا، وجد تشجيعا، وجد عناصر الجو العلمي متاحة أمامه، هذه العناصر هي التي تتأسس بها شخصيته ويصير عالما من علماء المسلمين، فترك كل هذا وانشغل بسفاسف الأمور. وليس بالضرورة أن يكون قد انشغل بالمحرم، بل قد يكون قد انشغل بالمباح، أعرض عن الأعلى وانشغل بالأدنى. فالإمام النووي يقول إن هذا الأعلى ليس بأي نوع من أنواع الأشياء العالية، بل هي رتبة ورثة الأنبياء، فمن فوتها مع قدرته على تحصيلها ليس بعاقل في ميزان العقلاء. كأنه مجنون، كأن واحد لو أنك رأيت رجلا في الشارع أمامه سبائك من الذهب وهو يتركها ويذهب ليلعب الكرة، ستقول له: أجننت أيها الرجل، تترك الذهب لتلعب الكرة؟ فهذا كذلك، بل أعلى وأعظم مرتبة ورثة الأنبياء. كيف تصير عالما؟ قال لنا مشايخنا: إن المنهج العلمي هو الذي يصير الإنسان عالما، وهذا المنهج له أركان. رقم واحد الأستاذ، رقم اثنين الطالب، رقم ثلاثة الكتاب المعتمد، رقم أربعة الجو العلمي. هذه هي عناصر المنهج العلمي الذي يفرز وينتج لنا مخرجا هو العالم. ولعلهم قد استدلوا هذه الأربعة من قول الناظم أو من قول القائد، ليس منظوما بل منثور: آلات العلم أربعة، شيخ فتاح الأستاذ، وعقل رجاح الطالب، وكتب صحاح الكتاب المعتمد، ودأب وإلحاح. كأنه إشارة إلى الجو العلمي والهمة. العلم لا يؤخذ أبدا من الكتاب،
لماذا لا يؤخذ من الكتاب؟ أليس ما في الكتاب علم؟ لا، الذي في الكتب معلومات مش علم. هناك فرق بين العلم وبين المعلومة. المعلومة جزء من العلم ولكنها ليست هي العلم. العلم يعني إدراك المعلومة، يعني إدراك العلاقة بين تلك المعلومة والمعلومة التي بجوارها، يعني إدراك التصنيفات المختلفة للمعلومات، يعني إدراك العلاقات البينية بين تلك التصنيفات، يعني إدراك القواعد والأسس المختلفة التي بناء عليها تأسست تلك المعلومة، يعني القدرة على التفريق بين تلك المعلومة وبين نظيرتها وبين شبيهتها وبين مخالفتها، يعني كون ذلك يحصل في نفس المتلقي ونفس الطالب ونفس الدارس فيصير عنده ملكة كيفية راسخة في النفس. تعرف أنت حد هنا يعرف القيادة، قيادة السيارة؟ أستاذنا زبول يعرف القيادة. عندما جاء ليتعلم القيادة قيل له لكي تحرك السيارة لابد أن تحرك عصا السرعة في اتجاه الأول، الغيار الأول، وتضغط بقدمك على الدواسة الفلانية. معلومة نظرية. وجاء الأستاذ الذي يعلمه القيادة ليمرنه ويباشره، وفي الأول هو مرتاب ومتردد ولا يستطيع التحكم في السيارة، الآن هو يستطيع أن يقود وهو يرف العمامة التي يرتديها، لأن القيادة صارت عنده ملكا، لم يعد يعاني من قضية أصول القيادة. فكذلك العلم يحصل فيه معاناة في الأول، يحصل فيه مكابدة حتى يحصل لك أنس بالعلم ويختلط العلم بلحمك وعظمك ويصير العلم سجية ملكة لا معاناة فيها. كيف يحصل هذا؟ يحصل أولا كل هذا الذي نقوله أسباب ظاهرية لكن لابد من مراعاتها. ينتظم تلك الأسباب كلها توفيق الله، والله تعالى هو الذي ينبغي عليك أن تعلق قلبك به لأنه هو المؤثر الحقيقي في الكون. ولكن هذا المؤثر، هذا الفاعل الحقيقي هو الذي أمرنا بمراعاة الأسباب. فإذا علقت قلبك بالله جيدا وراعيت الأسباب رتب الله تعالى على أقل الأسباب أعظم النتائج. وفي هذا يحضرني القصة التي حكاها شيخ مشايخنا سيد الشيخ عبد الله ابن الصديق الغماري رحمه الله. كان سيد عبد الله ابن الصديق في زمن شبابه قد أتى إلى مصر ليطلب العلم، فراسل والده وقال له يا والدي إن العلم صعب علي، أحضر الدروس ويصعب علي التحصيل، ماذا أفعل؟ فقال له يا بني العلم مقدور لنا ولكن اقرأ على المشايخ. أبوه كان من كبار الأولياء الشيخ محمد بن الصديق الغماري رحمه الله، ومن كبار العلماء، جمع بين العلم وبين الولاية. فقال له بعين الكشف إحنا من آل البيت، أنت من آل البيت من حيث أمك ومن حيث أمك ومن حيث أبوك، والعلم بعين الكشف أقول لك هو مقسوم لنا ومقدور. والشيخ محمد بن الصديق أنجب 7 من الأبناء كلهم من العلماء، الشيخ أحمد بن الصديق، الشيخ عبد الله بن الصديق، الشيخ عبد العزيز، الشيخ عبد الحي، الشيخ إبراهيم، الشيخ الحسن،
الشيخ محمد الزمزمي، سبع علماء شامة في جبين الدهر. ولكن بالرغم من هذا أرشده إلى مراعاة الأسباب، اقرأ على المشايخ. سبحان الله، فتح الله عليه في زمن يسير، حتى إن أخاه الشيخ عبد العزيز بن سليم قال: لم نعد نرى الشيخ عبد الله يقرأ في كتاب، وكنت إذا سألته في مسألة كأنه جهاز حاسب آلي، يتكلم ولا تستطيع أن توقف هذا السيل الهادر من العلم العجيب. لما تقرأ أشياء كثيرة من هذا ونظائر كثيرة من هذا في التاريخ الإسلامي، ويسمونها بلحظة الفتح، لحظة الفتح، إذا صدق الإنسان مع ربه وراعى الأسباب فتح الله عليه. شيخ فتاح، الأستاذ الركن الأساسي في العملية التعليمية. ربنا سبحانه وتعالى لفت نظرنا في إشارة عجيبة إلى هذا. كان الله تعالى قادرا على أن ينزل القرآن الكريم على قلب النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة بلا واسطة، لكنه جعل القرآن يتلقاه النبي صلى الله عليه وسلم بواسطة جبريل ليسن لنا سنة التلقي. والنبي صلى الله عليه وسلم نقل هذا العلم إلى من بعده من الصحابة، وهؤلاء الصحابة نقلوا ذلك العلم إلى من بعدهم من التابعين، وهم إلى تابع التابعين، وهم إلى تلاميذهم حتى يوم الناس هذا. حتى إنك لما تقول لي على من قرأت العلم، أقول لك أنا قرأت العلم على فلان وهو قرأه على فلان، وأسوق لك إسنادي في تلقي العلم إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. علم مضبوط منفوح متصل. وكان قديما من يأخذ العلم من الكتب يسمونه بالصحفي، صحفي يعني مش جورناليست، يعني إنما صحفي يعني يتلقى الكتب العلم من الصحف، يعني من الأوراق. هم نسبوه إلى إيه؟ صحيفة، يبقى بالنسبة للمفرد تبقى صحفي مش صحفي. كانوا يقولون لا تأخذ العلم من صحفي ولا القرآن من مصحفي، يعني الذي يقرأ القرآن من المصحف دون أن يأخذه من شيخ يسمونه مصحفي، واللي يأخذ العلم من الأوراق والصحف يسموه صحفي. وأحذروا في ذلك تحذيرا بليغا، وكان اللي يأخذ العلم من الكتب يصير معيرة أمام العلماء، يعيروه ويعدون علمه وكأنه لا شيء. وأنشدوا في ذلك وكتبوا في ذلك الشيء الكثير: من يأخذ العلم عن شيخ مشافهة فهو من الزيغ والتحريف في حرمي، ومن كان آخذا العلم من كتب فعلمه عند أهل العلم كالعدم، كأنها لم تكن، صفر تساوي صفر. يظن الغمر الأحمق، يعني يظن الغمر أن الكتب تهدي، أخافه من لإدراك العلوم، وما يدري الجهول بأن فيها غوامض حيرت عقل الفهيم. إذا رمت العلوم بغير شيخ ضللت عن الصراط المستقيم، وتلتبس الأمور عليك حتى تصير أضل من توم الحكيم. توم الحكيم هذا الرجل المتعالي اللي هو بتاع البيتين الشهيرين، لو الحمار بتاعه قال: لو أنصف الدهر لكنت أركبه لأني جاهل بسيط وصاحبي جاهل مركب. الحمار نفسه ضج منه، ضجت من جهله الأكوان. وفي إشارة أخرى في السنة، لما النبي عليه الصلاة والسلام أخبرنا عن رفع العلم في آخر الزمان وقال: إن الله لا ينزع العلم انتزاعاً
لا يرفع العلم انتزاعا ينتزعه، انما لا يفقد العلم انتزاعا ينتزعه، انما يفقده بقبض العلماء. لو كان العلم في الكتب كان قبضه يكون برفع الكتب. تخش كده من جوه المكتبه اللي جوه دي تلاقي الكتب اصبحت صفحات بيضاء، لكن لا، العلم يرفع بقبض العلماء. يبقى بعد قبض العلماء يبقى مفيش علم، يبقى موجود معلومات بقى. فلا بد من التلقي. الاستاذ يعلمك، ينشئ عندك الملكه، يربيك، يختصر عليك الزمان، يعصمك من الزلل ومن الخطا في الفهم، يستطيع ان يقيمك. كيف تعرف انك متاهل؟ كيف تعرف انك فاهم؟ عن طريق التقويم. من هو الذي يقوم؟ المعلم هو الذي يقول لك اصبت او اخطات. انت الان متاهل او يلزمك القليل من التروي. ولذلك كان سيدنا الامام مالك يقول لا ينبغي للرجل ان يتصدر حتى يراه الناس اهلا. يعني لابد الاجازه، مش الاجازه اللي هي اجازتك ان تروي عني، اسمها اجازه تبرك ياخذها العالم والجاهل، لكن الاخرى اجازه التورك، انت تصلح للتصدر. لا ينبغي للرجل ان يتصدر حتى يراه الناس اهلا ويرى نفسه اهلا. لازم انت كمان تكون مقتنع بنفسك. الاستاذ والطالب، طالب لابد ان يكون قابل للعلم. مش كل نفس قابله للعلم، ومش كل قابل للعلم قابل للترقي فيه. دي مواهب ربانيه ومنح سمضانيه. تسأل الله دائما أن يفتح عليك فتوح العارفين، وأن يثبت قلبك على التعلم، ويحفظ عليك همتك، ويحفظ عليك وقتك، حتى تتأهل لتلك المنزلة العظيمة. ثم بعد ذلك الكتب، الكتب المعتمدة، مش أي كتب. العلماء اعتمدوا كتب، هي الكتب التي نسميها بالكتب المدرسية. كتب مدرسية يعني تصلح لتأسيس الطالب، تتدرج معه في إيصال المعلومة، في التدرج معه في مسائل الفهم، حتى نصل به إلى الغاية. ولذلك هناك كتب معتمدة وكتب أخرى غير معتمدة. ثم الجو العلمي، هذا الذي نحن فيه، مدرسة فيها الأستاذ، فيها الطالب، فيها الكتاب المعتمد، فيها جو يشجعك على العلم، يحطك على التلقي. يلتقي لك الأستاذ المتفنن، يلتقي لك الكتاب المعتمد لأنك لا تعرفه بضرورة الحالة، أنك من الطلاب. يرتب لك الوقت، يجعل هناك في نوع من أنواع التنافس على التلقي، حتى تصير في النهاية آلة العلم محصلة، فيحصل بالآلة الوصول إلى المقصود. ما هو المقصود؟ الوصول إلى رتبة درجة ورثة الأنبياء. لماذا؟ لكي ترفع الجهل عن نفسك أولا، ثم بعد ذلك تقوم بالواجب الذي أوجبه الله عليك وأقامك فيه بأن تنقل ذلك العلم إلى بلادك. هذه مسؤولية عظيمة، أنتم مسؤولون أمام الله عنها. إذا حضرت إلى هنا مكثت 4 سنوات أو 6 سنوات أو 10 سنوات ثم رجعت كما أتيت، أنت أيها الأبعد خائن للأمانة. أبوك وأمك وأهلك والدولة، دولتك، أنفقوا عليك من أموال المسلمين لكي يحضروك هنا لتحمل هذا العلم وتحمل هذه الشعلة المضيئة وترجع إلى بلادك لتنشر هذا النور وهذا العلم. فإذا لم تراعي تلك الأمانة تكون قد ضيعت الأمانة، تكون خائنا والعياذ بالله. ولذلك علينا أن ننتبه لهذا جدا. نحن التقيناكم من وسط عشرات الطلاب أو مئات الطلاب، التقيناكم بأعيانكم. لماذا؟ لأننا توسمنا فيكم القابلية للتعلم، القابلية للترقي.
كل واحد منكم يمكن أن يتحقق فيه ما سأقوله الآن. توقفت عند عبارة قالها الشيخ يوسف النبهاني رحمه الله في بعض كتبه، وهو كان من الشام وكان من بيروت، وجاء إلى الأزهر الشريف في الوقت الذي كان فيه الأزهر الشريف في أعلى درجات المجد، وأخذ العلم عن أكابر العلماء الشيخ السقة وغيره من الأكابر. فقال وهو يعدد مشايخه قال هذه الكلمة، قال وقد أخذت العلم عن فلان وفلان وفلان، وكل واحد فيهم لو استقل بقطر من الأقطار لصرح أن يكون قائدا لهم إلى الجنة. كل واحد فيهم يمكن أن يرجع ويكون قائدا لأمته وبلده وبني جلدته إلى الجنة. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لأن يهدي الله تعالى بك رجلا واحدا خير لك من الدنيا وما فيها، وفي رواية خير لك من حمر النعم وهي من نفائس أموال العرب. اجمعوا هممكم وأقبلوا على العلم والتعلم والتلقي، واحتسبوا ذلك الوقت واحتسبوا ذلك الجهد، وستعرفون وستعرفون عاقبة ذلك فيما بعد، وستحصدون ثمرة ذلك في الدنيا قبل الآخرة. وأبشركم جميعا بأنكم لو أخلصتم النية مع الله تعالى لوجدتم الفتح العظيم، ولو أخلصتم النية مع الله تعالى لرتب الله تعالى لكم أعظم النتائج على أقل المجهودات. ولو أخلصتم النية مع الله تعالى كل واحد فيكم سيرجع إلى بلده ويكون شعلة للنور، ويكون منارة للعلم. نحن نعمل الآن على 30 طالب، لو كل طالب من هؤلاء 30 فيما بعد عمل على 10 فقط أصبح عندنا 300 طالب، لو كل واحد من 300 عمل على 10 أصبح عندنا 3000، 10 فقط. ما تدري، كان الشيخ محمد عبده هنا في مصر كان له منهج معين في الإصلاح وحورب، لعله كان يعني الأمر قد كان ردة فعل من الشيخ محمد عبده زائدة عن اللزوم، لكن المشايخ حرقوه، فاشتغل على قال يكفيني 10. هل تعرفون من هؤلاء 10 الذين كان من تلاميذ الشيخ محمد عبده؟ كان منهم 3 من شيوخ الأزهر، يعني من أصحاب القرار، الشيخ محمد مصطفى المراني والشيخ الظواهري والشيخ مصطفى عبد الرازق، 3 من تلاميذ محمد عبده، والثلاثة كل واحد منهم كان شيخا للجامع الأزهر، كان الإمام الأكبر. فلا تستقل أبدا أي مجهود، ولا تستقل أبدا أي شيء تبذله لله، فالله تعالى الرب تعالى شكور، يكافئ ويجازي في الدنيا قبل الآخرة. لا أريد أن أطيل عليكم، ويقول العرب يكفي من القلادة ما أحاط بالعنق، وخير الكلام ما قل ودل. وأسأل الله تعالى لكم التوفيق والإعانة والمدد والفتوح، وإن شاء الله نلتقي بعد أن ينتهي المقرر الدراسي الأول، وأنا واثق أنني سأرى هذه الوجوه وكأنها وجوه غير تلك الوجوه التي أراها الآن إن شاء الله. وأترك الفرصة لمعالي السفير لكي يمتعنا بكلمته الموفقة إن شاء الله، وصلى الله على سيدنا محمد.